ودلوقتي بينضم لنا محمد الحسيني. محمد من ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي التحديات الخاصه، وانا بشوف ان ده يمكن التعبير الاصح الحقيقه. محمد منورني في الجمعه في مصر، الف مبروك ليك ولاسرتك يا محمد على النجاح، ما شاء الله عليك. أبارك فيك. قول لي بقى يا محمد، انت كنت بتنظم وقتك ازاي علشان خاطر تعرف ان انت تذاكر؟ وعايزه اعرف، انت كمان عرفت انك ليك هوايات تانيه ورياضه وحاجات تانيه، فكنت بتنظم وقتك ازاي؟ انا كنت بصحى على الفجر، بصلي الفجر مع بابا وباكل حاجه خفيفه وبروح النادي اتمرن، اخلص تمرين ارجع البيت والبس اللبس المدرسه واروح على مدرسه وبسمع كل المدرسين اللي هم بيشرحوا وبفهم وبرد على طول، وبعدين بعد ما اخلص المدرسه برجع البيت وبغير كده، بقعد اذاكر على الواجب بتاعي، وبعد الظهر بنزل مع بابا بجري، وبعدين بتمرن. محمد، انا الحقيقه مش سامعه محمد بشكل واضح. انا شايفه طبعا محمد، وعايزه اعرف منك يا محمد، انت ايه نوع الرياضه تحديدا اللي انت بتحب تلعبها بقى قبل ما نرجع نكمل كلام في المذاكره؟ انت بتلعب سباحه؟ انت بتلعب سباحه، وقلت لي انك كمان بتحب تجري، بتنزل تجري مع باباك كمان بعد ما بترجع البيت، مظبوط؟ مظبوط. طيب انا اللي حباه كمان يا محمد في كلامك ان انت مش بس، يعني ده برضو بيدي امل لناس كتير. في ناس بتبقى خايفه من الثانويه العامه ان هي تقعد تذاكر بس انت وضحت ان انت كنت بتعمل اكتر من نشاط واكتر من حاجه. عايز اعرف بقى، انت كنت شايف الثانويه العامه صعبه، استقبلت ازاي النتيجه، وعيلتك كمان استقبلوا ازاي نتيجه نجاحك؟ مثلا واجهت الثانويه عامه، واجهتها بكل اراضي والتحدي والاصرار والعزيمه، ما خفتش من السنه ديت، وكنت بذاكر وبعتمد وبذاكر لوحدي وبعتمد على نفسي، وبقيت راجل وبعتمد على نفسي وبستمع لنفسي وبحفظ لنفسي وبفهم كمان لوحدي. عشان كده ربنا كفاني وكفاني بمجموع 97 وربع. ما شاء الله عليك والله يا محمد، مجموع كبير، وانت تستاهله بكل اللي انت بتقوله واللي انت يعني حكيته، ان انت المجموع ده ما جاش من فراغ، انت كنت محدد انت عايز ايه مع عزيمه واراده. طبعا عايز اعرف الكليه اللي انت باذن الله نفسك انك تدخلها. يعني نفسي اخش المعهد العالي والفنون التطبيقيه في 6 اكتوبر. المعهد العالي للفنون التطبيقيه في 6 اكتوبر، انت من زمان كان نفسك ان انت تعمل حوز. عايز اعرف كمان، انت بس لما تدخل الكليه هتخصص نفسك في حاجه معينه، ولا عايز تكمل بقى في مساله السباحه والرياضه بشكل عام؟ انا عموما انا في المعهد العالي للفنون التطبيقيه اتخصصت حاجتين. انا ما سمعتش الجزء الاخير بشكل واضح يا محمد، لا معلش ممكن تعيد لي كلامك مره ثانيه؟ بعتذر لك. ماشي. انا في المعهد العالي للفنون التطبيقيه اتخصصت حاجتين. الرسم والطباعه. الرسم والطباعه، يعني مساله الفن، انت بتحب الفن وبتحب الرياضه وبتحب الاتجاه ده عموما. بحب السباحه والرسم. طيب ما شاء الله عليك، انت باذن الله يا رب يعني ربنا يوفقك، وانت يعني ربنا مديك قبول وشخصيه جميله وذكاء قدرت بيه ان انت تحقق مجموع عالي. في ناس كتير جدا ممكن ان هي ما تقدرش تكون تعمل ده حتى في ظروف ممكن تكون اكتر تيسيرا. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد الحسيني، نورتني في الجمعه في مصر، ومره تانية مليون مبروك ليك ولاسرتك يا رب على نجاحك ومن تفوق لتفوق باذن الله.